هاي القضية مشتركين بها كثيرين. أول واحد مشترك بها هو وزير المالية. وزير المالية؟ نعم، علي عبد الأمير علاوي. ايه؟ هو الكشفها. زين، الضريبة ليش بأول يوم نقلوا مدير الضريبة وطلعوا من هذا المكان ودوا إلى مكان ثاني وظل يفسد حتى بالمكان الثاني؟ أوف، ما شاء الله. نعم. يعني هذا نفسه مدير الضريبة اللي أفسد وين ينور زهير؟ حطوه منه، لقوا الثروة مالته متسعة، عود بنقلته الثانية لأن الضريبة مواردها رهيبة. صح. بس ما تروح للدولة وللفقرة، لا تروح للجماعة تتوزع. أوف. عليهم. زين، أنتم من شفتوا خرق يا وزير المالية؟ هو أخونا وصديقنا علي عبد الأمير علاوي ومن عائلة كريمة. أنت من شفت هذا الخرق ومن شفت هاي الأرقام الخيالية، أنت معقولة ما تعرف تعالجها؟ معقولة؟ لا، مستحيل. ها؟ مستحيل. شنو بعد؟ زين، أنتم يا النواب إيش عندكم تركضون؟ أنتم إيه مالتكم؟ أنتم جهة تنفيذية ولا تشريعية؟ شغل الجهة التنفيذية هذا، مو شغل الجهة التشريعية. إذا عجزت التنفيذية أنتم من حقكم أن تدورون، تعالوا فهمونا أنتم شنو سويتوا، تدققون عليهم. أما تروحون تشاركون وياهم وترقضون وياهم، هذا مو شغلكم.